باسم الآب والابن والروح القدس لان واحد آمين. احنا هنكمل قصة موسى النبي. كنا خدنا نشأته وميلاده والظروف اللي تعرض ليها وهو صغير، لكن مامته قدرت ان هي تحميه وتعمل له زي قارب صغير وليسبح في النيل، علشان يعني إيمانا منها أن ربنا هينقذه، وفعلا ربنا أنقذه على يد ابنة فرعون. لكن تربى على يد باباه ومامته وتعلم التقاليد والأوامر الإلهية، واتعلم كمان يعني جذوره أو اتعرف على جذوره اليهودية ونشأة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وحنشوف دلوقتي إكمال هذه القصة. بيقول لك: وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. يعني هو معنى كده أنه كان عارف أن ليه إخواته وليه الشعب اللي بينتمي إليه، اللي هو الشعب اليهودي الناشئ في مصر في منطقة جاسان. عرف ان دولت اهله الاصليين، وعرف ان من الواجب عليه ان هو يسأل عليهم ويشوف احوالهم، خاصة ان هم كانوا يعني يعتبروا يعني مستعبدين من المصريين، لأن المصريين ما قبلوش هذا الشعب الغريب اللي ابتدى يكبر ويكبر في داخل أرضهم. وبالتالي موسى لما كبر ابتدى بقى ينزل ويشوف أثقال إخواته اللي كانوا بيتحملوها، على الأخص إن هو كان ليه وضع، ده هو من بيت فرعون ونسب إلى ابنة فرعون، فيكون زي أمير أو زي شخص يعني مهم من قبل فرعون. فابتدى بقى ينزل من حيث موقعه وموضعه يشوف خواته ويشوف الأتعاب اللي كانوا بيقابلوها. هو واضح أن موسى كمان اتألم من جهة خواته اللي كانوا متحملين هذه الأثقال الكتيرة، وواضح كمان انه عايز يخدمهم، عايز يبتدي يخدمهم. وبالتالي برضو احنا بنقف عند النقطة ديت، اللي عاوز يخدم ربنا لابد ياخد اعداد خدمة في الاول. اعداد خدمة نظري يعني يدرس الامور اللاهوتية والعقائدية والرعوية، وكمان يتعلم بخبرة شوية، يعني ياخد خبرة شوية، يعني ياخد تدريب في خدمة الآخرين. وبالتالي موسى ما كانش عنده الحاجات ديت، يعني ما كانش عنده خبرة البدء في خدمة إخواته. فحصل إيه؟ بيقول لك: فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته. فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وتمره في الرمل. ده عنف زايد قوي. فين بقى وفين على مراحل العنف بتاعه ده؟ ووصف بعد كده أنه كان رجلا حليما جدا، يعني كان طويل بقى، طويل البال، اتعلم هو. هو للأسف الشديد يعني أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة شوية، ان موسى من سبط لاوي، وانت عارفين ان شمعون ولاوي هما اللي تبنوا قتل اهل شكيم، اللي هما ولد من ولادهم اخطأ مع اختهم دينا. فواضح ان العنف في سبط لاوي، يعني في اولاده، في لاوي واولاده. وبالتالي حتى الحادثة دي لما جت في سفر التكوين 34 صح 34، يقول لك: فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين، اللي هو أهل شكيم يعني،
أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينا أخذ كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر. ده مين؟ شمعون ولاوي. على فكرة موسى زي ما قلت لكم من سبط إيه؟ لاوي. فالظاهر العنف بيسري في جنبات هذا السبط يعني. فطبعا أبونا يعقوب كان غضب عليهم وتنبأ لهم، أو يعني لما جه باركهم قبل ما يموت فقال شمعون ولاوي أخوان آلات ظلم سيوفهما، آلات ظلم سيوفهما. لكن احنا لابد احبائي ان احنا يعني نؤمن بالمبدا اللي بيقول ايه، من الاكل خرج اكلا. يعني معقول من سبط لاوي يخرج الحليم جدا بعد كده موسى النبي؟ ولابد ان ربنا يتدخل ويغير من النفس ديت، يغير من موسى ويغير من طبعه اللي فيه عنف. وبالتالي موسى في بداية ما نزل لإخواته يشوفهم تملكه الغضب بسرعة، وابتدى يبص يمين وشمال لألا حد يكون شايفه، لأن القانون المصري هيعاقبه عقاب الموت. يعني حتى فرعون قعد يدور عليه بعد كده عشان يقتله، يقتل موسى لأنه قتل إيه؟ واحد مصري. وبالتالي نزل مرة تاني، الموضوع عدى، موت الرجل ودفنه وما كانش ايه في حد شايفه. لكن ينزل في يوم تاني، ولكن شاف ايه بقى موسى؟ يقول لك في اليوم التاني واذا رجلان عبرانيان من خواته بقى يتخاصمان، فقال للمذنب للي غلطان يعني لماذا تضرب صاحبك؟ أو الحوار ده ما عملوش ليه مع المصري؟ كان ردة فعله على طول قتل المصري. إنما لما لقى الاتنين خواته هما اللي بيتعاركوا ومتخاصمين، فقال اللي غلطان هو أنت ليه بتضرب صاحبك؟ يعني ظالم صاحبك ليه؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ أتار الرجل ده عارف ان موسى قتل شخص مصري، فقال له انت داخل ليه وسطينا؟ يعني هل انت ناوي انك انت تقتلني زي ما قتلت المصري؟ هنا موسى عرف ان موضوعه اتعرف وحيطلع وحينتشر. بقول لك فخاف موسى، خاف عند ايه؟ موضوع ان الموضوع بتاعه يتعرف، ان هو قتل مصر كان معتقد ان الموضوع بتاعه مفيش حد يعرفه. فخاف موسى وقال حقا قد عرف الامر، حقا قد عرف الامر. طبعا عملية القتل ديت ايا كان لمصري او غير مصري دي جريمة ودي خطية، ومن ضمن الوصايا العشر اللي نزلت لموسى بيد الله بإصبعه في لوحي الشريعة وصية إيه؟ لا تقتل، لأن الأرض قد لعنت سابقا عندما قتل قايين أخوه هابيل، وربنا قال لقايين ملعون الأرض بسببك التي ابتلعت دم أخوك هابيل. ولكن على أي من الأحوال القتل غلط، يعني دي جريمة، وليه تقتل نفس؟ يعني موت النفس ديت هو في يد ربنا بس، انما مش في يد انسان. وهنا بدايه التدريب بقى، بدايه التدريب عند موسى ايه؟ على الخدمه يعني. بدايه تدريبه ان يعرف ان هو غلطان وماشي غلط ومبتدي غلط. يعني شاول الطرسوسي اول بدايه ليه وعرف ان هو غلطان وماشي غلط لما كان بيجر المسيحيين الى السجون، ها،
لما ربنا قال له شاول شاول لماذا تضطهدني، قال له من أنت؟ قال له أنا يسوع المسيح الذي أنت تضطهده. وهنا بداية التغيير وبداية التدريب على الطريق الصح، على الأخص في طريق الخدمة وخدمة ربنا، إن ما يبقاش فيها أبدا سفك دماء. يعني أنت تيجي تكلم الغير عن ربنا مش بالعافية ولا بالسيف ولا بالإرهاب ولا بالترهيب ولا بأي حاجة، دي طريقة يعني مرفوضة تماما من ربنا نفسه. ولذلك هنا بداية التغيير ومعرفة الطريق الصح إلى الخدمة على سبيل المثال، يعني يبتدي يعرف الإنسان إن هو غلطان في حاجات، ابتدى غلط يعني ابتدى غلط، لكن البداية مش كده. البداية إيه؟ البداية أولا تقديم توبة، تقديم توبة قاسية، ثم التدرب على الرعاية، العمل الرعوي. ففعلا موسى راح قعد 40 سنة في برية سيناء، 40 سنة يعني عمره كان 40 سنة، قعد 40 سنة زيهم في البرية وكان بيرعى الخراف. يعني اتدرب ازاي يحن ويعذر ويهتم ويعطف على الخروف ده اللي هو بيرعاه، ابتدى يتدرب كويس. هنا بقى فرعون لما سمع بجريمة موسى يقول لك فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى. ازاي بقى ده الولد ده أساسه عبراني حسب ما بنتي قالت لي، هي عطفت عليه وربته ماشي معلش نعديها ديت، إنما الولد يقتل مصري عبراني يقتل مصري، أهو ده اللي كنا خايفين منه، إن العبرانيين يتسلطوا على المصريين بكثرتهم وعلى الأقل خالص بتحالفهم مع الأعداء اللي جايين على مصر. لا ده تبقى الأمر إيه، ناخد إجراء سريع نقتل موسى ليكون عبرة أمام اليهود كلهم. لكن موسى لما حس بكده هرب، يقول لك فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان. أرض مديان ديت يعني على الناحية الغربية من سيناء، شعب اسمه شعب مديان. بس خدوا بالكم رغم ان هو شعب وثني لكن كان عايش جواه رجل بار اسمه يسرون. اسمه ايه؟ يسرون. كان رجل كويس، كان يعرف ربنا من ايام الاباء القدام وكان بيقدم ذبائح، فكان اسمه كاهن يسرون. وجلس وسكن في ارض مديان وجلس عند البئر، يعني لقى بئر قعد عليه. وكان لكاهن مديان 7 بنات. كان في رجل اسمه يسرون زي ما كان كاهن لمديان بيقدم ذبائح، وبعد كده موسى اتجوز بنت من بناته، وبعد كده كاهن مديان ده كان مساعد لموسى في خروج الشعب بحسب التقاليد ما بتقول، يعني ساعد بني اسرائيل في الترحال جوه البرية، وكان يعتبر مساعد ايضا لموسى النبي في ادارته لشعب الله. يعني هو اللي شرع عليه قال له يا ابني ما انت طول النهار والليل قاعد بتحكم للشعب، طب ما تختار 70 واحد ها وانت تبقى الرئيس عليهم وهم يشوفوا امور الشعب، انك انت كده كل يوم كل يوم كل يوم مش هتقدر. يعني كان كاهن يسرون ده يعني كاهن لله وكان بيقدم ذبائح لله، زي مثلا ايوب برضه، ما هو ما كانش رجل يهودي لكن كان رجل بر على معرفة بالله قبل ان ايه، قبل ان يبدا شعب الله او الشعب اليهودي وكده. وكمان رعوس، ما هي رعوس دي كانت غريبه الجنس، يعني ما هياش يهوديه لكن كانت تعرف ربنا وانتمت الى نعمه وقالت لها الهك الهي، يعني انا امشي معاك في عباده الله وهكذا. فجلس عند البئر وكان لكاهن مديان 7 بنات فأتينا واستقينا وملأنا الأجران
ليستقين غنم أبيهن. فأتى الرعاة وطردهن. يعني في ناس بيرعوا هم كمان، قالوا لهم يلا امشوا من هنا عايزين نسقي الغنمات بتاعتنا، وطردوهم بطريقة مش كويسة. فنهض موسى وقتها وأنجدهن وسقى غنمهن، يعني قام وعمل حركة شهامة وقال لهم ما يصحش عليكم كده، اتفضلوا يا بنات اسقوا الايه الأغنام بتاعتكم من البئر. فهنا فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن، كان اسمه بقى ايه رعوئيل اللي هو كاهن يسرون ده، متأسف، قال ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم. يعني الأب بيقول لهم يا بنات انتوا جيتوا بسرعة ليه كده، فقلنا رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة. هو طبعا موسى كان متثقف بالثقافة المصرية، يعني لبسه وهيئته واللغوة بتاعته، ما هو اتعلم برضو اللغة الهيروغليفية، يعني متعلم لغة البلاد. فقالوا له ده في راجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة الغرب دولت، وإنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم، يعني حملنا بالمية وشرب الغنمات بتاعتنا. فقال لبناته وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ يعني تسبتوه ليه؟ تعزموا عليه يعني؟ ادعونه ليأكل طعاما، يعني قولوا له روحوا شوفوه ودوروا عليه وهاتوه علشان يأكل طعاما. فارتدى موسى أن يسكن مع الرجل. يعني الحكاية شبيهة برضو بحكاية مين؟ يعقوب مع رفقة ولابان خاله، شبيهة بالمنظر ده يعني. فارتدى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته، يعني من ضمن البنات السبعة في بنت اسمها صفورة. الكاهن رعوئيل ده قال له يا ابني لو عايز تتجوز طب عندي في صفورة اتفضل. فاتجوز موسى صفورة فولدت ابنا فدعاه اسمه جرشوم، لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة. هنا بقى حصل عملية استقرار لموسى فين؟ في أرض مديان، وبالأرض مديان دي في بريد سيناء جبال، طبعا نقلة كبيرة. فين بقى قصر فرعون وفين أرض سيناء القاحلة الرمال؟ يعني العيشة فيها مش سهلة، يعني تعتبر عيشة بدوية. عيشة ايه بدوية؟ في الوقت ده هوت بنو إسرائيل كانوا بيصلوا لربنا ويلتجئوا ليه، يقول لك فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، لأن العبودية صعبة. ده على المستوى الروحي لما الواحد يبقى عبد لخطايا ولا شرور، تبقى مأسور زي متكبل بالسلاسل الحديدية تحت الايه عبودية الخطية. والسيد المسيح نفسه خدوا بالكم قال ايه، من يفعل الخطية فهو عبد للخطية، ان لم يكن الانسان يحرر نفسه زي ما واحد عنده يكون عنده ايه يعني اخذ الاموال بطريقة غير شرعية علشان يسهل حاجات او يسهل اوضاع للناس في اي مجال من مجالات الحياة وياخدها بغير شرعية، تقول له ما صحش كده يا عم فلان، يعني ما تمدش ايدك وما تعملش العمايل دي، تاخد فلوس كده بالطريقة دي غير شرعية. يقول لا لا لا، طب انا اعمل ايه، انا متعود على كده من زمان. يعني ايه متعود على كده من زمان؟ يعني هو عبد الايه لموضوع اخذ الاموال بطريقة غير شرعية من الناس عشان يسهل لهم بعض الامور كالرشاوي مثلا. فهنا العبودية بتبقى قاسية على الإنسان، هنا بقى برضو الشعب لما صرخ لله بالصلاة وأيضا بالصراخ لربنا أن ربنا ينقذهم من هذه العبودية، يقول لك فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب
ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. يعني ربنا عرف بإيه؟ يعني عرف بكل أوجاعهم وكل متاعبهم. فربنا سمع لإيه؟ لصراخهم. يقول لك وتذكر الميثاق اللي عمله مع ابونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إيه هو الميثاق ده؟ هو ميثاق البركة. دي أول حاجة. إيه تاني حاجة؟ إن هو يعطيهم أرض إيه؟ كنعان التي تفيض لبنا وعسلا. ده الميثاق. طب هم في عبودية وفي بلد غريبة، يبقى لازم إيه؟ يرجعهم علشان يوفي بوعده وميثاقه إن هم هيسكنهم أرض كنعان، في الأرض اللي إيه وعد بيها ربنا لآبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كل حاجة ليها سبب وليها مدعاه وليها تعليل. هو ربنا سمع لهم وأنقذهم بيد، يقول لك بيد عزيزة قوية. هنشوف دلوقتي يعني في المرات اللي جاية كمان هنشوف ربنا أنقذهم إزاي، لأن لابد أن إيه يتم المكتوب أو يتم الميثاق أو يتم العهد اللي بينه وبين أبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بس إحنا نيجي موسى وصل البرية، اتجوز صفورة بنت رعوئيل كاهن يسرون، وبعدين قل لك وأما موسى فكان يرعى غنم يسرون. بداية التدريب والتوبة و تغيير الفكر، يعني من ناحية انك انت ايه عاوز تبقى خادم وترعى الناس بس مش بالقتل وسفك الدماء. اما موسى فكان يرعى غنم يسرون حماه يعني كاهن مديان. هو رعوئيل او يسرون، يعني في اختلف الاباء على مين هو رعوئيل ومنها هو يسرون، لكن لربما هما اتنين لاسم واحد يعني، او لربما يسرون ديت منطقة صغيرة هو كاهن على هذه المنطقة الصغيرة. لربما. فهنا يقول لك فساق الغنم الى وراء البرية وجاء الى جبل الله حريب. هو ما كانش اسمه وقتها جبل الله حريب، لكن اتسمى جبل الله حريب لما ربنا ظهر له على هذا الجبل في شكل العليقة المحترقة بالنار وهي لم تحترق، خضراء. فربنا ظهر له في المكان ده على الجبل ده اللي هو جبل حريب، أو لو عايزين تعرفوه أكتر يعني بسرعة، عارفين دير سانت كاترين؟ هو ده جبل حريب، وبيتسمى كمان جبل الطور، وكمان بيتسمى جبل الله أو جبل يهوى. يهوى لأن الله يهوى ظهر لموسى على الجبل ده، وموسى قال له أنت ما اسمك حتى أقول لإخواتي اليهود؟ قال لهم أنا يهوى. قال له أنا يهوى الذي هو يهوى. فهو اتسمى الجبل ده برضه باسم إيه؟ جبل يهوى. كان كاهن لله بيقدم ذبايح، رجل تقي، بالإضافة إلى أن جبل حريب يعتبر جبل الشريعة لأن ده المكان اللي استلم فيه موسى برضه لوحي الشريعة. وبعدين وأثناء ما أن موسى بيرعى الأغنام في هذا الجبل، بيقول لك وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. العليقة ديت نوع من الشجر يعني الأخضر، لكن لهيب نار في وسط العليقة، والعليقة ديت الخضراء ما بتتحرقش. لا شيء عجيب أوي، شيء إيه عجيب أوي. ظهر له ملاك الرب اللي هو الرب نفسه، عشان تكون واخدين بالك، لأن من ضمن ألقاب أو أسماء ربنا في العهد القديم هو الملاك. باللغة العبرانية اسمه ملكا، يعني ملاك يهوى. ملاك ايه؟ يهوى. هنا بقى يعني اتقالت الكلمة ملاك الرب على بعضها، يعني على بعضها اللي هو الله نفسه يعني.
لما ظهر ربنا في داخل هذه العليقة الخضراء وهي لم تحترق، فقال موسى: أميل الآن وأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لم تحترق العليقة؟ هو ما كانش لسه عارف ان ده ملاك الرب، هو شاف نار مشتعلة في العليقة ديت، فقال انا لا، العليقة دي انا اروح اشوفها هي ما بتتحرقش ليه رغم ان ولع فيها النار. يقول لك فلما رأى الرب انه مال لينظر ناداه الله. ربنا نادى عليه، ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. أنا شايف صراحة يا أحبائي إن دي بداية قبول التوبة عند موسى النبي عندما استحق أن يرى الله في شكل ملاك وبيكلمه وبينادي عليه، وموسى بالمقابل رد عليه وقال له: ها أنا ذا. دي يعني أكتر نقطة إحنا نستند عليها ونقول طيب ربنا قبل توبته ازاي؟ اهو ربنا ظهر له ونادى عليه موسى موسى، نفس ما كان نادى بعد كده على صموئيل: صموئيل صموئيل. فرد على ربنا بعد كده قال له: تكلم يا رب فإن عبدك سامع. هنا برضو موسى النبي سابقا بقى قال له: ها انا ذا. وده اجمل شيء ان الانسان يعني ينصت لصوت الله ويسمعه ويقول له: يا رب ها أنا ذا. كتير ما ربنا يكلمنا في داخلنا ويقول لنا اصطلح مع أخيك، تقول له: يا رب ها أنا ذا، أعمل اللي أنت عاوزه ده. كتير ما إن ربنا يقول لنا: يا فلان تعالى تعالى للاحتفال الإفخارستي للقداس، تقول له: ها أنا ذا. صوت ربنا يجي يقول لك: قوم اتكلم معايا، صلي صلي، تقول له: ها أنا ذا. صوت ربنا يقول: الله الصوم جاي، يلا تصوم، تقول له: ها أنا ذا. صوت ربنا متعدد في أشكاله لينا ليشجعنا على الطريق الروحي. مهم قوي ان احنا نكون تحت الطوع، يعني في طاعة لصوت الله، ونقول يا رب ها أنا ذا. هنا بقى ربنا ابتدى يتكلم صراحة مع موسى، قال له: لا تقترب إلى هنا، لا تقترب إلى هنا، اخلع حذائك من رجليك. دي تاني حاجة. قال له: لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. طب هي أرض مقدسة بسبب إيه؟ إيه سبب تقديسها؟ أول حاجة لأن الرب موجود في تلك البقعة. هو ربنا طبعا موجود في كل مكان، بس تمجد وظهر في تلك البقعة. طب مقدسة ليه تاني؟ لأن المكان ده برضه هو اللي هيستلم فيه لوحي الشريعة، الناموس، ناموس العهد القديم. طيب إيه كمان تالت حاجة؟ لأن المنظر ده منظر عظيم. بيقول لك إيه؟ يعني هما هنا لما شاف المنظر قال: أميل لأنظر هذا المنظر العظيم، عظيم في البقعة ديت وبقت مقدسة والأرض مقدسة. ليه؟ لأن المنظر العظيم ده إشارة ورمز إلى سر التجسد الإلهي. ولذلك الآية معلمنا بولس الرسول يقول إيه بقى بالمقابل للمنظر ده؟ يقول: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. المنظر عظيم، الأرض مقدسة، لأن من تلك البقعة ومن هذه النقطة نعلن تجسد الله الكلمة. نعلن إيه؟ تجسد الله الكلمة. لما أنت شايف العليقة وفيها النار محترقة، النار دي رمز للاهوت والعليقة رمز للعذراء، ورغم أن اللاهوت حل حلولا أقنوميا وحلول اتحاد في داخل بطن العذراء مريم، لكن لم تتأثر. طب فين الإنسان اللي حتى يقدر يشوف ربنا؟ ده ربنا قال: لا يراني أحد ويعيش، لأن الله نار آكلة. حتى موسى
هتلاقوه بعد كده يقول لك فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. طب ما حال بقى الله نفسه بيحل بالاتحاد الأقنومي والاتحاد للحلول والحلول للاتحاد ما بين أقنومي اللاهوت والناسوت في بطن العذراء وما يجرالهاش حاجة، ما العلكة خضرة والنار جواها وما بتتحرقش، هكذا إيه الست العذراء مريم يحل فيها جمر اللاهوت وهي لم تحترق أيضا. ولذلك من النقطة ديت أو البقعة ديت أرض مقدسة، أرض إيه مقدسة. قال له اخلع حذاءك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض إيه مقدسة. وهنا ابتدى ربنا يكلم موسى ويذكره بالتاريخ القديم، تاريخ القديم، عايز يقول له يا ابني انت من نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب، وتعالى انا اقول لك. قال له انا اله ابيك، اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، انا ايه؟ انا الهك انت كمان بالمره. هنا موسى النبي لما سمع ان يعني لما سمع الصوت وعرف ان هو بيرى الله في شكل النار المشتعلة في العليقة، خدتوا بالكم؟ قال لك فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. وبالتالي ربنا قال له إني قد رأيت مذلة شعبي. ربنا بقى بيحكي له علشان يدعيه بعد كده للخدمة، وهيعرفه هيعمل ايه، هيعرفه هيعمل ايه. قال له اني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر، وسمعت صراخهم من اجل مسخريهم لما المصريين، اني علمت اوجاعهم فنزلت لانقذهم من ايدي المصريين واصعدهم من تلك الارض الى ارض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين، اللي هي أرض كنعان مجتمعة فيها شوية ممالك قبلية، يعني دي الأرض ديت اللي أنا هعطيها لك وهعطيها لأولاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الأرض اللي أنا وعدت بيها اللي هي بمثابة ميثاق، ميثاق وعد بيه ربنا لأبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسل. فبيذكروا وبيعرفوا بهذا الميثاق وبهذا العهد وبهذه التوصية. وقال له والآن هوذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريين. على فكرة لما احنا نبقى في ضيقة معينة على المستوى الشخصي، كل ما تصلي كل ما تصلي ربنا بيسمع أكتر، ربنا بيسمع أكتر. وبالتالي شايفين ربنا هنا بيقول أنا سامع صراخ بني إسرائيل ورأيت الضيقة التي يضايقهم بها المصريين، فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون. الأمر بالدعوة بقى هنا، الأمر بالإيه؟ بالدعوة. وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. طبعا الأمر كبير قوي، يعني موسى النبي مطرود وهربان وخايف وعايش في أرض قاحلة، أرض رملية، ربنا بيقول له أنت اللي هتبقى القائد وهتخرج الشعب بني إسرائيل من مصر. إزاي؟ إزاي؟ ما هو دلوقتي لما إحنا بنيجي نرسم مثلا على سبيل المثال، يعني أب كاهن أو واحد يبقى أب كاهن بيبقى متخوف جدا ومش عارف يركز، خايف من المسؤولية، خايف من المسؤولية، فإحنا بندعمه بنقول له لا ده نعمة الله هتسند، مش أنت اللي هتخدم لكن نعمة الله هي اللي هتسندك. وهكذا أبائنا لما بيرسموا من الباباوات أو من الأساقفة بيبكوا بكاء مر كتير. ليه؟ لأن متخوفين من هذه المسؤولية العظيمة
وبالتالي تلاقي الطقوس الكنسية بتدعم موقف هنا الخادم بالصلوات من أجله وبالتشجيع من أجله، والتشجيع بيمتد حتى من الآباء كلهم لزميلهم اللي هو هيتقدم لهذه الدعوة اللي ربنا دعيه. هنا ربنا قال لموسى فالآن، يعني دلوقتي صدر الأمر الإلهي، هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي من بني إسرائيل من مصر. ولكن موسى كالمعتاد، أي واحد بيسمع الدعوة لخدمة ربنا بيخاف ويرتاب. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ قال له: أنت بتجادل يعني؟ لا ما تجادلش. من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ يعني أنا مين؟ ده أنا شخص عادي خالص مجرد، يعني لا أنا قائد حربي مثلا، ولا معايا جيش، ولا معايا ناس كبار، ولا حاجة، ده أنا إنسان مجرد كده يعني لوحدي كده، هعمل إيه؟ هنا ربنا زي ما قلت لكم بيشجع الإنسان في دعوته للخدمة، فقال له: إني أكون معك. ده جميل أوي، ربنا نفسه هيكون معاك، وهذه تكون لك على العلامة أني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. يعني عايز يقول له: وافتكر أنا هدي لك علامة أنك أنت هتقدر وأنا هكون معاك، وهتيجوا أنتوا على الجبل دهوت وتعبدوني على هذا الجبل. طبعا ربنا كان أمر موسى بعد كده أن يعمل خيمة الاجتماع في وسط الإيه؟ المحلة، في وسط سكنهم، وكان فعلا وصلوا لهذا الجبل وكانوا يعبدون الرب، يعني كلام ربنا اتحقق بعد كده. بس هو قال له ده اللي هيحصل، فما تخافش انا هكون معاك. هو برضو بس احنا محتاجين شوية ايمان، هل ربنا معانا ولا انت مش مؤمن ان ربنا معانا؟ ما دي مهمة جدا يا احبائي. هو ربنا قبل ما يصعد للسماء قالها: أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فهل عندنا إيمان فعلا أن ربنا هيكون معانا إلى انقضاء الدهر، ولا علشان شوية تجارب هنا ولا هنا، ولا كنيسة حصل لها حاجة والأطفال ماتوا، ولا حصل إرهاب ولا حاجة، نعتقد أن الله يتركنا أو مش معانا؟ لا، ده كده قلة إيمان وعدم إيمان. لابد نؤمن ان الله معنا فعلا، وان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. فما فيش حد يعتقد ان ربنا مش معانا، لا، ربنا معانا موجود، زي ما قال لموسى: اني اكون معك. اني يعني ده على فكرة زي قسم كده، بيقسم بذاته الإلهية إن هيكون مع موسى. حاجة عجيب، وفعلا كان ربنا مع موسى زي ما انتوا عارفين، يعني الضربات العشمة دي جت اتعملت ازاي؟ ما هي بيد الله. طب لما عبروا البحر الأحمر بضربة العصا من موسى، ما هي دي بيد الله. لما هو ربنا أعلهم بالمن والسلوى، ما هي دي يد الله، كان مع موسى. وهنا موسى قال حاضر، قال: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ قال له: ماشي، أنا هروح للشعب وبعدين هقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم. فلو قالوا لي اسمه إيه، علشان دي يعني كلمة سر، أقول لهم إيه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهيا الذي أهيا. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهيا أرسلني إليكم. معناها إيه كلمة أهيا؟ معناها الذي يكون، الذي يكون، يكون يعني الحاضر في الماضي والحاضر والمستقبل وإلى أبد الآبدين.
معناها الحاضر يعني. السيد المسيح كمان دعا نفسه بهذا الاسم، قال أنا هو الكائن والذي يكون. ده في الإصحاح الأول من سفر الإيه؟ الرؤيا. أنا هو الألف والياء، الكائن والذي يكون. فده اسم الله، يعني اسم مش ما نقدرش نعمله تحديد. يعني إذا كان مثلا في واحد اسمه هاني معناها الهناء والسعادة، واحد اسمه سعيد معناها السعادة، واحد اسمه أي تاني، أي مايكل يعني الملاك، ما تامر طيب. إنما اسم الله أهية، يعني صفته الحاضر في كل وقت، هو أمسا واليوم وإلى الأبد. وبالتالي موسى النبي عرف الإجابة من ربنا، أهية، إنه اسمه أهية اللي هو الله برضه، يعني كلمة الله يعني نطق محرف من كلمة برضه إيه، أهية. ربنا كمل الكلام مع موسى، قال له هكذا تقول لبني إسرائيل، يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني. ولما انت هتكلمهم بالكلام ده يا موسى هيفهموا كويس الكلام ده، أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد، خدوا بالكم وشوفوا بقى، هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ بني إسرائيل وقل لهم الرب إله أباكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بيكرر تاني العبارة ديت إن هو إله إيه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علشان هم عارفين كويس إن ربنا ظهر بنفسه لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ووعدهم بأرض الميعاد أرض كنعان. ظهر لي قائلا، يعني هنا خدوا بالكم، هو موسى هيروح يجمع شيوخ بني إسرائيل ويقول لهم أنا مرسل من إله أبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإن هو ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت أصعدكم من مزلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرزيين والحويين واليابوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. هما بقى لما يسمعوا الكلام ده، ده محفوظ في الذاكرة اليهودية، لأن أباهم الجدود قالوا لهم الأمور هتبقى كده وربنا هيورثنا هذه الأرض، فلما يسمعوا الكلام ده من موسى هيصدقوه. ربنا وضع خطة معينة للتحرك، فقال له، قال لموسى إذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقول لهم إله العبرانيين التقانا، التقانا يعني قابلني، خدتوا بالكم؟ فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا. يعني هتقول لموسى كده ومعاك شيوخ بني إسرائيل وتقول له إن الرب إله العبرانيين التقانا، يعني أنا قابلته، ها؟ فالآن سيبنا علشان نسافر 3 أيام في البرية ونذهب ونسبح للرب. ده ربنا بيكلم موسى بيقول له انت هتعمل كذا كذا كذا. وبعد كده ربنا بيكشف عن موضوع أعمق من ذلك، وهو تحقيق خروج شعبه من بني مصر، من مصر عزم. يقول لك فأعطى وأعطى نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، يعني ربنا ابتدى يمهد للخروج، أعطى نعمة للشعب في عيون المصريين. معناها إيه؟ معناها أن المصريين ابتدوا يتعاملوا كويس مع الجماعة اليهود، فيكون حينما تمضون
أنكم لا تمضون فارغين، يعني لما تسيبوا مصر ما تطلعوش وإيديكم فاضية، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. خدوا بالكم هنا المصريات يعني اللي هيدوا الجماعة الستات اليهوديات هذه الأمتعة الذهب والفضة هيعطوها برضاهم. برضاهم ايه السر في كده؟ قال لك لأنه أعطى نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، يعني بقوا أصدقاء مع بعض بعد ما كانت المعاملة السيد والعبد، لا دي بقت ايه؟ معاملة متساوية أو في مساواة في التعامل بينهم وبين بعض. فربنا أعطى نعمة للجماعة العبرانيين في عيون المصريين، وبالتالي الستات اليهوديات طلبوا من الستات المصريين أمتعة وحاجات من عندهم، قالوا ما له خد، لأن مصر كانت غنية على فكرة، يعني مصر غنية جدا وفيها جبال ذهب موجودة في الجنوب، في الجنوب على فكرة. يعني أنتوا لما بتروحوا أي متحف مصري فرعوني وتلاقوا الفراعنة يشوفوا لابسين ذهب قد إيه؟ كتير. فمصر غنية وقتها يعني، وبالتالي لما طلبوا هم أمتعة الفضة وأمتعة الذهب من المصريات برضا كامل اتفضلوا، فأخذوا الحاجات دي علشان يرحلوا بيها من مصر. يا ترى موسى النبي سمع الكلام ده كله في المقابلة اللي بينه وبين ربنا على جبل حوريب. كلمة حوريب يعني الحر الشديد، بعض المفسرين بيقولوا كده، أو هو جبل الطور أو جبل يهوى أو جبل الشريعة أو اللي فيه سانت كاترين، دير سانت كاترين دلوقتي عشان تعرف. لغاية دلوقتي المقابلة في هذا المكان وفي هذا الموقع، لكن المرات اللي جاية هنعرف هو موسى ابتدى ينزل مصر فعلا وازاي وعمل ايه، وربنا شجعه تاني ازاي لأنه كان مازال متهيب الموقف وخايف كيف يقف أمام الفرعون. طبعا في منكم حد يقول ممكن فرعون ما يصدق إلا يشوف يقبض عليه، لكن لا، فرعون بتاع اللي كان معاصر جريمة موسى كان مات وجه فرعون جديد. ربنا يبارك حياتكم، لربنا كل مجد دائما أبديا آمين.